معارك صروح جبهة مشتعلة ما إن تتوقف حتى تعود من جديد. جبهة استنزفت الكثير من الجهد والرجال، تحتل أهمية كبرى في الاستراتيجية العسكرية والسياسية. التحولات الكبرى في جغرافيا الصراع في صروح وما حولها من شأنه التأثير على كامل المشهد العسكري شمالا باتجاه صنعاء، أو شرقا بهدف قطع طرق الإمداد عن الميليشيا في خط صنعاء. بعد اشتباكات دامت عدة أيام في مأرب وشملت أجزاء واسعة من المناطق الجبلية، ها هي قوات الجيش هذه المرة تعلن تمكنها من السيطرة على أجزاء واسعة من جبل مرثد الاستراتيجي. جبل مرثد الذي يقع في المناطق الأكثر اشتعالا ويحده من الغرب جبل هيلان وجبال صلب من اتجاه الشرق، يعد بمثابة العمق الاستراتيجي للتقدم في جبهتي المخدرة وجبهة صروح، كونه يطل عليهما بشكل مباشر. كما أن السيطرة عليه بحسب مصادر ميدانية ستمكن قوات الجيش أيضا من قطع أي إمدادات للحوثيين نحو جبل هيلان المطل على المحافظات من الناحية الغربية، والذي يخضع لسيطرة الميليشيا بشكل كامل ويستخدم لقصف المدينة. وفيما تعتبر جبهة المخدرة واحدة من أقوى جبهات الحوثيين في مأرب بعد صروح، فإن الوصول إليها يعني السيطرة على خط الإسفلت الممتد من مأرب إلى صنعاء من الناحية الشرقية، وخط الإسفلت الممتد من مفرق هيلان إلى منطقة بني حشيش المحاذية لصنعاء. هي إذن معارك النفس الطويل التي تشتد وتيرتها منذ أشهر في هذه المحافظة، معارك لا تتوقف عند جغرافيا معينة ولا يختصرها زمان محدد.